الناس دول غلابة قوي. ولاد جزمة. بلاش يمو. مش قلنا مش عايزين عصبية النهاردة؟ بص يا فيصل، أنا بفكر يعني بلاش نجيب الفستان النهاردة، عندك مأمورية مهمة وأنت عارف ورا كل عظيم ظابط امرأة. إزاي؟ إزاي والفرح كمان يومين؟ لازم ألبسك أي زفت. حبيبي مصر تناديك، مصر عايزاك، مصر عايزاك يا فيصل. قلتلي على الوطن. الوطن اللي بضعف قصاده، الوطنية. صح. طب يلا امشي أنت دلوقتي، امشي لما تخش أوضتك النيلي. يلا انا اروح الماموريه. انت فين يا فرج الزفت انت؟ السجاير هي يا باشا، بس الطريق كان واقف جامد. يلا يلا ورانا ماموريه. استنى يا ابني. وقف. وحشتيني يا غاليه. كده تقفلي التليفون في وشي. انت جاي لي لغايه البيت يا حيوان، وكمان مع خطيبي. انت عارف خطيبي ده؟ ده ظابط. ظابط. انا الحق معايا والحكومه معايا وركب المحروس خطيبك اهو. فيصل حسن محمد نصر الدين واللي نازل. فيصل حسن محمد. بس بس بس. وانت بتحمل ميكروباص؟ ماشي. اجتهدي بالله، ولو خايفه من خطيبك يبقى استناكي بالليل عشان تجيبي المعلوم. يا ذات البيبي دول للعنابي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك والمفتري عليه ربنا. استني ما تجيبي حق اوبر بقى عشان الحق افتح الدكانة. خد حقه. الله اكبر. الله اكبر. استغفر الله العظيم يا رب. الله اكبر. معلش يا ماما، مضطرة يا ماما. مضطرة. سامحيني. الله. لا انا لسه بفتح الدولاب، اهدي عليا. يا رب سامحني يا رب. الله اكبر. لا ما هو انت هتتفضحي معايا، ما هي دي صور بنتك. استغفر الله العظيم. فلوس. سامحني يا رب. الله اكبر. انت بتصلي صلاه العيد؟ بقول لك صلي براحتك بقى. اخدت الفلوس. ما شاء الله، ده انا لو متعاقد مع سوق الخميس مش هعمل معاه الواجب ده. بس ازاي؟ يا راسي. سلامتك يا قلب امك. العصير ده هو هيخليكي فله. يا ماما مش عايزه عصير، يا ماما اعملي لي قهوه، راسي هتتفرق. اتفضلي يا حبيبتي. من عينيا. حاضر يا حبيبتي. منوره يا جيجي. تسلمي يا غاليه، تسلمي. ادعي لي بقى انا كمان اتجوز وحصل شوشو. والله يا بنتي كان بودي ادعي لك، كان نفسي ادعي لك هناك في الحرم، هناك الدعوه بتستجاب في ساعتها. منه لله اللي سرق فلوس العمره، منه لله. ربنا يجيب له جلطه في ودنه تخش على عينه تعميه ان شاء الله، تنزل على مناخيره تخليه يخنف، تنزل على لسانه تخليه يجي نقطه على عينه وعلى لسانه ان شاء الله. قولوا امين يا رب. كفايه يا ماما، يا ماما كفايه يا ماما. سامحي يا ماما، ده ربنا بيغفر، انت مش هتغفري ابدا. مش ممكن اسامحه، منه لله ان شاء الله يجي له الامراض المخفيه في جدته ويصرف فلوسي عليه. بيصرفها يا ماما، بيصرفها بيصرف. طول النهار والليل ما بتعملش حاجه انها تبتدي عليا. معلش، ما هي برضو كان نفسها تطلع عمره من زمان. مش احسن ما تفضح انا وهي واقعد لها؟ هنتفضح. طب انت قلت لها ايه على جهازك اللي اختفى من البيت ده؟ قلت لها بنقله واحده واحده عشان معيش فلوس النقل. يا بنت اللذينه،
ده انت بقيتي حراميه محترفه. اعمل ايه؟ ما عنديش غير سمعتي. هو احنا حلتنا ايه غير سمعتنا؟ يلا ربنا يعينك بقى. تليفوني فين؟ تليفوني راح فين؟ شيماء. ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي انا عارفه ظروفك كويسه قوي. ابي بالتليفون كده يا جيجي. اخسي عليكي، انا هسرق تليفونك؟ يا سلام يا حبيبتي، اذا كنت سرقت امك مش هتسرقيني انا. توطي صوتك هتفضحين. امسكي يا بنت. انت يا شيماء، انت تسرقي امك؟ تسرقيني؟ اخسي عليكي، وانا اللي شيطان عمال يوزوز في دماغي ويقول لي بنتك حراميه. اقول له افرس بنتي ايدها طاهره. يقول لي يا ام المطهر رش الملح 7 مرات. اخص عليكي، تسقيني يا شيماء وانا اللي بقطع من لحمي وديكي. لا يا ماما، والله يا ماما ده انا غرضي شريف. انت ما تعرفيش انا عملت كده ليه. شريف وعفيف منك لله، روحي منك لله، مش مسامحاكي ابدا. لا يا ماما، ربي وقلبي غضبانين عليكي الاثنين، منك لله. لا يا ماما والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رجب، منك لله يا رجب. قولي لي يا شيماء، يا ماما زعلانة منك ليه؟ شيماء! فيها فيصل. فيها فيصل؟ ده انت مش مركزة خالص، ده الفرح كمان يومين، انت مش مبسوطة ولا ايه؟ نفسي اليومين دول يعدوا. ما لما تفردي وشك هيعدوا. حاضر حاضر اهو. يا حيوان! اصل انا متوترة وبطني وجعاني وقلب عليا. قلب عليكي؟ ايه القرف ده؟ خلاص هنزل اجيب لك قصب. ها بالمره يريح معدتك وتطلعي الغازات. غازات؟ مفيش دعوه بحد، انا نازل وجاي. الو يا عروسه، فين الفلوس؟ حيوان لا، صحصحي معايا، ده الفرح قرب. ولا انت عايز المعازيم يتفرجوا على فيديوهاتك الحاره؟ قذر قذر قذر. احلى قصب لاحلى عروسه لاحلى غازات. استاذه شيماء، هي دي المواعيد؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا يا شيماء انت جاي تقتليني. لا سيب السكينه، سيب السكينه يا جماعه. صلى على النبي. استنى انت، ما تخلينيش استغرب عليك. يا جماعه استهدوا بالله، تتدخل ليه انت؟ هتقول ابن الكلب ده وليه الغلط بس يا باشا؟ ليه الغلط ده؟ هي اللي داخل عليها سعادتك وجاي تقتلني. وحياة امك، طبعت الصور ولا لسه يا رجب؟ باشا لو هترضى على نفسك اتجوزها، انا كده كده داخل السجن. دوب الوشي حطوه في نفس الزنزانه اللي فيها حمائي.